ما هي العروض المصرية لهذه القضايا الإشكالية؟ إعادة الإعمار، الأسرى، وكذلك المصالحة. هل يمكن الحديث عن عروض واضحة المعالم يمكن التفكير بها من حماس؟ نعم، في موضوع إعادة الإعمار كان هناك موقف مصري بأن الإعمار يجب أن يتم، وأن هناك جهد مصري يتم ترتيبه بهذا الخصوص، وبدأت نواته في موضوع إنشاء مدينة سكنية، وحماس أكدت أيضا للأشقاء في مصر على ضرورة أن يتم أيضا البدء في إنشاء ما تم تدميره من منازل المواطنين، حيث يعني توجد هذه المنازل، وهناك تفاهم مصري لموقف حماس. حماس قالت بشكل حاسم أن إعادة الإعمار هو حق لشعبنا الفلسطيني، أن حماس ستعمل هي نفسها حركة حماس على ألا يصل أي مخصص أو أي قرش كما يقولون إلى حركة حماس وإلى كتائب القسام. نحن لا نحتاج أموال إعادة الإعمار ولا نتدخل في هذا الأمر. الأهم بالنسبة لدينا هو أن يتم إعمار ما تم تدميره، سواء في العدوان الأخير أو العدوانات السابقة أو عبر الحصار المفروض على قطاع غزة. أتوقف هنا سيد حازم. هذا تقصد هنا كان واقع إعمار حاسماً. إعمار القطاع من خلال المجلس الذي تقترحه حماس؟ حماس مع أي جهد أو ترتيبات تضمن أن تتم إعادة الإعمار وأن يصل مخصصات الإعمار إلى مستحقيها. سنسهل، قلنا للإخوة الأشقاء في مصر واليوم أكدنا على ذلك في لقاء اللواء عباس أنه يجب أن يتم هذا الإعمار، وحماس تضمن بأن لا تتدخل إطلاقا في هذا المسار بل تعمل على تسهيل هذا الأمر، وأكدنا أن حماس لم ولن يكون لها أي تدخل أو أن يكون لها أي يعني أي فائدة من إمراء هذا الإعمار كحركة. المهم بالنسبة لدينا هو أن يتم إعمار ما دمر الاحتلال سواء في العدوان هذا أو العدوانات. بإجابة قصيرة سيد حازم السابقة هذا حتى أنتقل إلى موضوع آخر. نعم، هل سيكون مجلس الإعمار شرطا في موضوع من حماس؟ حماس لا تضع شروط في موضوع إعادة الإعمار. ما يهمنا هو أن تتم هذه العملية وأن يتم إعمار ما تم تدميره في هذا العدوان وغيره من العدوانات. لا يوجد لدينا شروط، ومنفتحون على كل الصيغة التي من شأنها أن تتم هذه العملية. عن الأسرى؟ على الأسرى كان هناك يعني حديث عام في هذه اللقاء. حماس كانت قالت بأنه الاحتلال وحالة السيولة التي يعيشها النظام السياسي في الكيان الصهيوني لا تسمح له بإجراء مثل هذه المفاوضات، ومن جانبنا نحن كحركة حماس جاهزين من الآن للدخول في هذه المفاوضات بشكل جاد. لدينا الطواقم المختصة التي جهزت كل الملفات الخاصة بالدخول في هذا الأمر، وجاهزون من الآن للانطلاق في هذا المسار إذا ما توفرت النية عند الكيان الصهيوني، وهو ما غير متوفر حتى الآن. وقلنا للأشقاء في مصر أنهم بالفعل وسطاء مؤتمنون على هذا المسار وجاهزين أيضا لإنجاح الجهد المصري، لكن دائما المشكلة كانت في الموقف المتعنت من الحكومة الإسرائيلية.